مدير دائرة المنتجات النفطية يغلق أبوابه بوجه قناة صلاح الدين بعد توثيقها معاناة المواطنين من النفط الأبيض والبنزين وحصص المحطات الأهلية. عمليات سباقية بمناطق التماسي مع الإرهابيين في صلاح الدين، وحملة واسعة للإعمار والخدمات ورفع المواجهة المجتمعية ضد المخدرات. رئاسة الجمهورية في مرمى سجال سياسي وقانوني جديد، وطهران تدخل على خط التوافق الكردي لاختيار مرشح الإجماع الوطني. وقانونيون ومراقبون يتحفظون على نجاح التنسيقي بتشكيل الثلث المعطل في البرلمان، والكاظم إلى الولاية الثانية بتزكية التحالف الثلاثي.